الله. خلينا ناخدها واحده واحده يلا، ونبدا من السيمي فاينال لانه دي المحطه الاهم. الاهلي والترجي، الفوز ذهابا وايابا 1-0 و3-0، والفوز ده يمكن ادى ثقه لجماهير النادي الاهلي، وده نوع من انواع الاطمئنان والتفاؤل، الاطمئنان الايجابي مش السلبي يعني. هل شايف انه الفوز ده مع مواجهه كايزر شيفز بيدي بالفعل لعيبه النادي الاهلي نوع من انواع الثقه الايجابيه اللي تقدر تخليهم يتخطوا كايزر شيفز ان شاء الله؟ طبعا يعني هو باي فوز يا كابتن بيدي انطباع، وبيدي يعني بيديك احساس ان انت دايما زي ما بيقولوا الفوز بيجيب فوز او المكسب بيجيب مكسب، بس بيدي ثقه حتى كمان لموسيماني. نعم. يعني موسيماني احنا قلنا ان هو في الماتشات الكبيره هو موجود. نعم. وحتى ما كنا بنطلع ننتقده او اي حد كان بينتقده في البدايات علشان الروتيشن اللي كان بيعمله الدوري مع افريقيا، فكان بيغير فبيرجع في الدوري كان النتائج بتبقى مذبذبه او التشكيل بيبقى مختلف فبتلاقي فيه اخطاء، فبيرجع تاني افريقيا بيحقق نتائج جيده، فده اللي كان بيحصل. لكن اللعيبه نقطه مهمه جدا، هل النهائي مرتبط بالترجي مرتبط بسان داونز بالاداء اللي النادي الاهلي عمله وريحنا كلنا وادانا ثقه؟ نهائي نهائي نهائي. ماتش كايزر شيفز ده انا يمكن بتابع الناس كلها بقالي فتره، محللين مصريين محللين عرب محللين اجانب حتى كمان اراء الجماهير كله مجمع ان كايزر شيفز فرقه عشوائيه اطلاقا اطلاقا. لا مش فرقه عشوائيه خالص. نعم. خالص. يعني ممكن تقول حضرتك ان الناس بتربط الكلام ده ايه، يقول لك الثامن الدوري نتائجه في الدوري فهو الثامن على الدوري، فبالتالي نادي الاهلي ماشي بشكل كويس، ونادي الاهلي يمكن السنه دي محقق بطولات كتيره جدا واداء ولعيبه وكل حاجه الحمد لله في استقرار. ده النظري. هم مغيرين مدرب وجي باكستر طبعا ستيوارت باكستر هو كان ماسك منتخب جنوب افريقيا. نعم. وكان ساعه ما كسب منتخب مصر 1-0 وطريقته معروفه، يعني لازم برضو تعرف شخصيه المدير الفني وطريقه. نعم. اداؤه الفنيه عشان تعرف تحكم عليه. نعم. لكن في الاخر لا طبعا مش فرقه عشوائيه، هي فرقه بتلعب على قد امكانياتها، عندهم الفتره اللي فاتت يمكن قدام الوداد لعبوا بدون اتنين لعيبه مهمين جدا وهو خامه بليات ومانياما، دول اتنين لعيبه كويسين جدا يا كابتن شوبير. خامه كان هيجي نادي الاهلي من 3 سنين. نعم. خامه بليات هو معروف جدا زي بيرسي تاو في جنوب افريقيا كده، لعيب كويس جدا، بس لا الفرقه دي بتامن دفاعيا كويس جدا، بتلعب على اخطاء المنافسين. اول فرصه الوحيده عندهم واحد اسمه سمير نيركوفيتش، ده مهاجم مهاجم كويس جدا أوي. بيعرف يجيب اهداف أوي. بيعرف يلعب ان هو كويس قوي سريع، بيلعب مع الفرقه بشكل كويس، يعني هو دايما بيسند عليهم وبيروح في المساحه بيعرف يسجل هدف. 5 تسديدات جاب 3 جوان. وعمل جون ما شاء الله. احنا عندنا محمد شريف اعلى. نعم. يعني ممكن 5 فرص 5 تجوان. نعم. ما شاء الله يعني. ولكن هو مع جنوب افريقيا هو بيحللهم مع كايزر شيفز بيحللهم حاجات كتيره جدا. نعم. المدير الفني بيلعب كومباكت ولكن عنده الهجمه المرتده سريعه جدا جدا، جدا. جدا. كابتن فوزي البنزرتي بالظبط يعني كان معانا واخر فريق قبله يعني عنده الحاجات المميزات، عنده سمير نيركوفيتش لعيب كويس قوي، عنده خامة بليات متعور بس هيرجع موجود اهو مش هيلحق الماتش بس موجود. لا موجود في الماتش موجود في القائمه.